طيب خلينا يعني ننقل أجواء أو طقوس عيد الفطر، نتعرف أكثر على عيد الفطر في دول الخليج بيكون عامل إزاي، في الدوحة، في دول أخرى. أرحب بضيفي عبر الإنترنت الدكتور عبد الله إبراهيم السادة، عضو رابطة علماء المسلمين. أهلا بك دكتور. دكتور عبد الله أهلا بك معنا. اهلا اهلا وسهلا، حفظكم الله ورعاكم. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم طيبين، نسال سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال منا ومن جميع المسلمين ان شاء الله. اللهم امين. دكتور، لو سالتك عن ابرز ما يميز عيد الفطر من طقوس ومظاهر في دول الخليج وتحديدا في الدوحه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العيد وفرحة العيد هاي موجودة في يعني جميع الدول الإسلامية، وتشترك دول الخليج مع العالم الإسلامي في هذا الأمر، منها أن يبدأ الناس بشراء يعني قبل العيد بشراء الثياب والملابس الجديدة، ويبدأون هذا اليوم المبارك بصلاة العيد ومن ثم بالزيارات. الزيارات هنا يعني شبه مقدسة، خلينا نقول الزيارات يعني في ناس يزورون ناس من عيد لعيد، يعني لدرجة أن يمر يزور جميع الأهل وجميع الأقارب وجميع المعارف، لذلك المجالس كلها مفتوحة تكون والبيوت مفتوحة وكل يعني يزور الكل. من الأمور اللي أتوقع أنها موجودة في الخليج خاصة هي قضية غد العيد، يسمى غد العيد. غد العيد يكون الساعة العاشرة صباحا، العاشرة صباحا، وهي من الأمور القديمة وتوارثها الناس. عيد يعني غد العيد يكون يعني بدري تقريبا الساعة العاشرة صباحا. طيب دكتور، نحن في مصر الغداء ما بيكونش الساعة 10 طبعا، بيكون متأخر شوية، لكن بيكون أكل مميز اسمه الرنجة والفسيخ. في دول الخليج في الدوحة غدا العيد بيكون برضو رنجة وفسيخ ولا لا أكل تاني؟ لا عادة، لأن الله يسلمك في رمضان يكثر الناس من أكل اللحوم، اللحوم تكثر في يعني في رمضان، فلذلك غدا العيد عادة يكون سمك، عادة يكون بحري سمك، لأن الناس أغلب رمضان ما يأكلون الأسماك، يأكل دائما اللحم، فلذلك غدا العيد عادة عند أكثر البيوت عادة يكون سمك يعني بحري. نعم، هذا أكل العيد وغدا العيد. نعم. طيب ما هو المختلف في صلاة العيد في السنوات القليلة الماضية في الساحات في بعض دول الخليج؟ الله يسلمك، كان صلاة العيد دائما تكون في المصليات الخارجية، دائما تكون في المصليات الخارجية، لكن في السنوات الأخيرة أصبحت في المساجد، قد يكون بسبب الحر الشديد، لكن الأصل أنها تكون في المصليات، وموجود الآن كثير المصليات موجودة، لكن السنوات الأخيرة غلبت يعني المساجد بدأت تكثر في صلاة العيد. نعم. طيب يعني دكتور، لو سألتك عن يعني الطقوس الشخصية للدكتور عبد الله في عيد الفطر، كيف تستعد لعيد الفطر؟ الصلاة، أين تصلي؟ نعم، أولا كلمة طقوس يعني كلمة شوي غير محببة، لأن ليس هناك طقوس، هي خلنا نقول عادات، يعني عادات. نعم، من العادات الله يسلمك إن يعني قضية الاستعداد لخطبة العيد، تحضير خطبة العيد، ومن ثم الاغتسال بعد الفجر مباشرة والذهاب إلى مصلى العيد وإلقاء الخطبة والجلوس في المسجد للسلام على جميع المصلين، ولله الحمد المصلين يأتون يعني أغلبهم يأتون
ويسلمون. فأجلس في المصلى أو في مكان خطبة العيد يعني تقريبا ساعة أو أكثر للسلام على الناس، ومن ثم أذهب أبدأ بالسلام على الأقارب الأقرب فالأقرب، ومن ثم الجيران أبدأ بالجيران طبعا الأكبر سنا، ومن ثم أكون في البيت ليأتون الأصحاب والأصدقاء والأحباب. نعم. طيب دكتور، هناك العديد من الشعوب العربية بتعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة في الفترات الأخيرة، هل هناك وصية أو نصيحة أو دعوة للمجتمعات العربية والإسلامية للتكافل في عيد الفطر المبارك؟ نعم، هذا هو الأصل أصلا. زكاة الفطر شرعت زكاة الفطر لمواساة الضعفاء ولمواساة الفقراء في هذا اليوم، فلذلك الذي يستطيع أن يدفع أكثر من زكاة الفطر أو يعلم أن هناك من يحتاج إلى أكثر من زكاة الفطر عليه أن يتصدق وأن يدفع لهذا، يعني لأن الأمر ليس قضية زكاة الفطر، زكاة الفطر هي لمواساة هذا الفقير في هذا اليوم. فمن استطاع من أهل اليسر ومن أهل يعني الأموال أن يساند ويواسي هؤلاء الفقراء في هذه الدول عليه أن يقوم بهذا، لأن هذا يعني فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على مسلم. فالإنسان المسلم اللي صاحب عائلة وصاحب عيال ولا يستطيع أن يشتري لأبناء في هذا اليوم بالذات، فأنت تعطيه وتفرح هذا الأب أو هذه الأسرة، فهذا يعني ينطبق عليك هذا الحديث من يعني من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على المسلم. فذلك نسعى في هذا اليوم إلى دخول السرور على المسلمين. نعم. سواء في الدولة اللي أنا فيها أو في الدول الأخرى. نعم، كل عام وأنت بخير دكتور. وأنت بخير، أشكرك شكرا جزيلا. نبارك لأمة محمد وأمة المسلمين على هذا العيد السعيد المبارك. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله إبراهيم السادة، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم، ونشكر لكم. كنت ضيفي عبر الإنترنت.